مع حكينا عن الجلايكولوسيس، او بلشنا نحكي اصلا زي ما اتفقنا عن الكربوهيدرات كاتابوليزم، تمام. طبعا الكربوهيدرات ميتابوليزم كلها بشكل عام، حكينا رح ناخذ الكتابوليزم بعدين الانابوليزم. حكينا انه الكتابوليزم زي ما قسمناها مرحلتين، في عندنا المرحله الاولى اللي هي تحول الجلايكوجين لجلوكوز، وبعدين تحول الجلوكوز لاي تي بي. طبعا حكينا مرحله تحول الجلوكوز لاي تي بي، او اللي هي بنسميها سيلولار ريسبيريشن، بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت اللي هو الجلايكولوسيس، اللي هو الجلوكوز بالأخير بنتهي ببيروفيت، بعدين البيروفيت صار له ترانزيشنال ستيت أو مرحلة انتقالية، تحول لأسيتيل كو اي، وبعدين الأسيتيل كو اي دخل على كريبس سايكل. وحكينا إنه أهم المركبات اللي بتنتج عندي من كريبس سايكل وبتكمل على المرحلة الأخيرة من سيلولار ريسبيريشن، اللي هم الـ NADH والـ FADH2. هدول الاثنين هم اهم البرودكتس اللي بيطلعوا عندي من الكريبس. طبعا زي ما حكينا احنا حلقة الكريبس زي ما حكيت لكم المرة الماضية بتلف لفتين، ليش؟ لانه انت عندك اتنين بايروفيت نتجوا من الجلايكولوسيس. شغلة كمان مهمة وبتمنى انكم ما تنسوها، انه كذلك الامر هلا كل النواتج اللي طلعوا من يعني من اللفتين من الكريبس رح يفوتوا على المرحله الاخيره. هلا المرحله الاخيره متعارف عليها بين الناس انها ايش؟ الكترون ترانسبورت تشين، او سلسله نقل الالكترون. الصراحه انه الالكترون ترانسبورت تشين هي جزء من المرحله الاخيره، يعني المرحله الاخيره في السيلولار ريسبيريشن، تمام، هي اسمها يعني اسمها الجنرال او اسمها الاكبر نسميها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، بنسميها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، تمام، بنسميها بعيد مره تانية اوكسيديتيف فوسفوريليشن. ليش هي مس اوكسيديتيف فوسفوريليشن؟ لانه يا جماعه انت رح تستخدم الطاقه الناتجه من انتقال الالكترون من تركيب للتاني خلال سلسله نقل الالكترون في توليد طاقه تعمل لك فوسفوريليشن للاي دي بي. ايش يعني فوسفوريليشن للاي دي بي؟ يعني تضيف ATP، تضيف حبة فوسفور على ADP حتى يتحول ADP لATP، وهذا الحكي اللي رح نحكيه إن شاء الله. على كل، زي ما أنا حكيت المرحلة الأخيرة شو اسمها؟ اسمها Oxidative Phosphorylation. الإلكترون ترانسبورت تشين بتشكل الجزء الأكبر منها، وفي جزء تاني اسمه كيمو أوسيوسيز. على كل الأحوال أنا رح أشرح هذا الموضوع بالتفصيل، والفيديو هذا رح أشرح فيه على ورقة، تمام، رسمت لكم عليها كيف التراكيب اللي بتفوت في الالكترون ترانسبورت شين زي اللي انتم شايفينها هون بالرسمه. رح امشي معاكم خطوه خطوه، وبعدين بوعدكم بنمر على كل سلايد في السلايدات حتى نمكن معلوماتنا ونظبطها. بس اهم شيء عندي انك تفهم، اهم شيء عندي انك تفهم شو اللي بصير عندك، وبعدين بنروح للاشياء الثانويه، وبعدين بنروح للاشياء الثانويه. على كل اللي انا الاشي اللي انا بدي احكي لكم اياه هلا، انه هلا الشرح اللي حاشرحه يعني ممكن اني الم فيه المعلومات من صفحه 31 لصفحه لنهايه صفحه 34. على كل احنا هلا رح نشرح على هاي الورقه اياها اللي انا رسمت لكم اياها وضبطت لكم اياها. زي ما حكينا نفهم اول بعدين بنشوف كل المعلومات الموجوده عندنا واللي لازم نحفظها وتكون واضحه بالنسبه لنا. طيب اول اشي بدنا نتفاهم على شغله، عمليه او المرحله الثالثه من السيلولار ريسبيريشن او من التنفس الخلوي او من تحول الجلوكوز الى طاقه، تمام، وزي زي كريبس زي الجلايكولوسيس كلها هون بتصير يا جماعه، بتصير بالميتوكوندريا. انتوا عارفين ان الميتوكوندريا هي اورجينال موجود، واحد من العضيات الاساسيه في الخليه، وظيفته الاساسيه هي انتاج الطاقه، وظيفته الاساسيه هي انتاج الطاقه. للي ما بيعرف الميتوكوندريا يا جماعة مكونة أو بحيطها تو ممبرين، بحيطها إيش؟ تو ممبرين، بحيطها أوتر ممبرين، تمام، وبحيطها
يعني انا هلا بدي اياك تتخيل انك انت جايب كاميرا تصويريه او كانك جايب كاميرا دقيقه وعم بتفوت جوات الخليه جوات الميتوكوندريا. الميتوكوندريا لها اوتر ميمبرين يعني غشاء خارجي، ولها انر ميمبرين يعني غشاء داخلي، ولها شيء بنسميه انترا ميمبرين سبيس. ايش يعني؟ يعني هي المساحه او المسافه اللي بتكون بين الاوتر والانر ميمبرين. تمام. هلا احنا كل شغلنا رح يكون بين الانر سبيس انتر ميمبرينز سبيس اسفه والميتوكوندريال ماتريكس. طبعا انا بتيجي عندي الحشوه تاعت الميتوكوندريا، بعدين بحيط فيها الانر ميمبرين، بعدين بتيجي طبعا عندي المسافه الفاصله بين التو ميمبرين، وبعدين بتيجي عندي ايش؟ بتيجي عندي الاوتر ميمبرين. طيب قبل ما نبدأ نحكي شو اللي بيصير عندنا في سلسلة نقل الإلكترون في الهارد، زي ما انتم شايفين أنا كاتب لك إنه كل المرحلة الثالثة من سيلفر سبايريشن إيش سميناها؟ اسمها أكسيديتيف فوسفوريليشن. هذا الأكسيديتيف فوسفوريليشن مكون من جزئين، الجزء الأول هو الإلكترون ترانسبورت تشين، والجزء الثاني بنسميه كيمو أوسوسز. هلا الجزء الأول زي ما انتم شايفين بضم أربع بروتينات، بروتين 1 وبروتين 2 أو كومبلكس 1 وكومبلكس 2 وكومبلكس 3 وكومبلكس 4. هلا كومبلكس 5 اللي هو نفسه الـ ATP سينتيز بضم الجزء الثاني من الأكسيديتيف فوسفوريليشن. هلا بس مشان الأمور تكون واضحة عندك، مرات الناس يعني اللي ما بيكونوا كتير دقيقين في الكلام بيعبروا عن الإلكترون ترانسبورت تشين إنها عن المرحلة هاي كليتها، لكن أنت لازم تكون عارف بما إنك أنت في هذا المساق وعم تدرس إشي سبيسيفيك، بدك تكون عارف إنه العملية الثالثة أو الستيج الثالث كامل هو الأكسيديتيف فوسفوريليشن، وإنه يقسم أو القسم الأول منه بيضم الإلكترون ترانسبورت تشين اللي فيها بس إحنا ننقل الإلكترون من كومبلكس للثاني حسب زي ما رح نحكي هسا، والجزء الثاني او القسم الثاني منها اللي هو الكيمو اوسيوسز او اللي هو بصير فيه توليد الاي تي بي او بصير فيه تصنيع الاي تي بي. طيب خلونا نشوف شو اللي بيصير عندي. هلا انا انهيت انا وياكم المره الماضيه انه انا في عندي ال ان اي دي اتش، تمام، وعندي الاف A D H 2، تمام، خلصوا من كريبس واجوا هون. طبعا كم N A D H؟ 3 للسايكل، يعني للتو سايكل اوف كريبس 6. انت عندك 6، هيحطوا مع جنب، عندك 6 N A D H. طيب وكم F A D H؟ نتج من كل حلقة من كل لفة لكريبس حبة F A D H. طب احنا كم لفة كريبس عندنا؟ عندنا 2. ليش؟ لانك انت عندك 2 بايروفات طلعوا من الجلايكولوسيز، 2 بايروفات تحولوا لأسيتيل كو اي، 2 بايروفات راح ينتقلوا لمرحلة الالكترون ترانسبورتشن او مرحلة الاكسيديتيف فوسفوريليشن. فانا في عندي 6 N A D H و 2 F A D H 2. على كل، خلونا احنا هسا نكمل كلامنا. قبل ما ندخل الـ NADH والـ FADH على سلسلة نقل الإلكترون، بدي أتعرف أنا وياكم على الكومبلكسز اللي وين موجودات، اللي بيكونوا موجودات في اللي بيكونوا موجودات في الـ Inner Membranes of the Mitochondria. complex 1 اسمه NADH dehydrogenase، اسمه ايش؟ NADH dehydrogenase، لانه راح يشتغل على ال NADH. تمام. في عندنا كومبلكس 2 اسمه ساكسينات dehydrogenase، لانه راح يشتغل على ال FADH، وهذا دائما متى بنتج؟ في تفاعل الساكسين الكو اي، ارجع لكريبس سايكل، كان هيك اسمه ساكسينات dehydrogenase. كومبلكس 3 اسمه سايتوكروم سي ريدكتيز، تمام. كومبلكس الرابع او كومبلكس 4 اسمه سيتوكروم سي اوكسيديز. يعني شوفوا هون ريدكتيز، لانه هون رح ياخذ السيتوكروم سي رح ياخذ من الكومبلكس 3 الكترون. دائما ريدكتيز او ريدكشن اختزال يعني الذره تكسب، اما اوكسيديز او اوكسيديشن يعني الذره ايش مالها رح يصير فيها؟ رح تخسر. على كل، هلا بنشوف ليش هذا. وكومبلكس 5 ايش الاسم الاصلي تبعه؟ اللي هو الاي تي بي سينتيز. طيب من غير تأخير، طبعا ايش تركيب كل واحد فيهم؟ يعني كل واحد فيهم له بعض المكونات اللي بتركبه، رح نتعرف عليه بس اخلص انا شرح العملية وايش اللي بصير فيها، ونرجع للكتاب رح احكي لكم كل واحد من الكومبلكس ايش مكوناته بالتفصيل الممل. المهم
انا عندي يا جماعه ال NADH وال FADH2 خلصات وطلعات من كريبس محترمات شطورات. طيب ايش محملات؟ محملات بالطاقه. كيف محملات في الطاقه؟ محملات بالطاقه على شكل الكترونز. محملات بالطاقه على شكل الكترونز. تنساش كيف يعني يا مس؟ تنساش انه ال NAD ال NADH شو كانت اصلا؟ كانت NAD بلس كسبت هيدروجين فصارت NADH. ال FADH2 كانت FAD بلس صارت FADH2. طيب رح نيجي انا وياكم ل NADH اللي رح يجي يدخل على طول وين؟ على الكومبلكس الاول. رح يفوت وين؟ على الكومبلكس الاول. طيب يا مس شو بده يجي هو يعمل عند الكومبلكس الاول؟ بده يمرر الكترون من عنده لا الكومبلكس الاول. يعني هو بده يكون NADH تمام. لايش بده يتحول؟ بده يتحول ل NAD بلس. ماشي الحال؟ بده يتحول ل NAD بلس وبده يعطي يا اللهم صل على سيدنا محمد الكومبلكس الاول ايش؟ الكترون. بده يعطي الكومبلكس الاول ايش؟ الكترون. بده يعطيه من تركيبه الكترون. طيب نتيجه طبعا هذا بيكون زائد H بلس اكيد تمام. ايش بده يعطيه؟ بده يعطيه الكترون. انسوكم من هاي ال H بلس مشان ما تلخبطوا وخلص. رح يجي ال NADH اذا ايش؟ رح يعطي الكومبلكس 1 ايش يا جماعة؟ الكترون. طيب انت الكومبلكس 1 هذا بني ادم يعني تركيب ما شاء الله عليه. على فكرة هو انزيم بس مشان تكون عارف انه الكومبلكس 1 هو اصلا انزيم. هيو NADH دي هيدروجينيز. دائما وابدا وين شفت الايز هو ايش يعني يا جماعة؟ تركيبه انزيم. طبعا في معاه اشياء تانية بتركبه لكن الجزء الاكبر منه انزيم. المهم بيجي هال NADH بيعطي الكترون للكومبلكس الكومبلكس 1. طبعا الكومبلكس 1 زي ما انتم عارفين بروتين تمام. وطبعا زي ما انتم عارفين هو مستقر ومتعادل واموره تمام. هلا انت لما اعطيته هذا الالكترون كانك ايش يا جماعه؟ كانك شحنته. كانك كنت كان ساكت وخامل وقاعد ومؤدب انت فجاه شو عملت؟ شحنته. كيف يعني يا مس شحنته؟ هلا الالكترونات يا جماعه لما بتمشي بتكون محمله بالطاقه، بتكون غنيه في الطاقه. لما ال NADH اجى هون وتحول ل NAD واعطى الكومبلكس 1 الكترون تمام، شو عمل؟ اعطاه طاقه. مش بس اعطاه الكترون، هو شان الالكترون. انتوا عارفين اصلا انه التيار الكهربائي عباره عن الكترونات صح ولا لا؟ يعني كانه اعطاه طاقه، شحنه بالطاقه. طيب الطاقه هذه كيف الخليه بدها تستفيد منها؟ الطاقه هذه كيف بده يتخلص منها هذا الكومبلكس 1 مشان يرجع لحاله الاستقرار تبعته؟ بتعرفوا شو بيعمل؟ الطاقة هذه اللي عنده بتخليه مش هو اكتسب الكترون، بتخليه يسحب بروتون من الذرات الموجودة جوات الميتوكندريا ويطلع البروتون من هون لهون. طب ليش ما سحب الكترون تاني؟ لانه هو يا جماعة هو اكتسب شحنة ايش؟ هو اكتسب شحنة سالبة تمام؟ طيب واكتسب يعني قوة او طاقة سالبة الشحنة. هلأ هو حتى يعدلها لازم يكتسب ايش؟ لازم يكتسب خلينا نحكي طاقة موجبة الشحنة. من وين بده يجيب الطاقة الموجبة الشحنة؟ بنقل البروتونات مس يعني بروتون واحد بنقل لا بنقل مجموعة بروتونات لأنه هون شحنة الإلكترون هذه بتكون قوية كتير. شحنة الإلكترون بتكون قوية كتير مش إنه يعني واحد ضد واحد، لا 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 لا، شحنة الإلكترون هذه بيكون محمل بكثير من الطاقة. الإلكترون اللي بعطيه الـ NADH بيكون مشحون بكثير من الطاقة تمام. شو بيعمل؟ باخد الـ H بلس بطلعها من هون لهون. هلأ كانت المنطقة الميتوكوندريال ماتريكس تمام هي منطقة الحشوة، هي منطقة مليئة في الذرات وفي البروتينات وفي المواد تمام. هلا أنا شو عملت؟ نتيجة الطاقة اللي اكتسبها الكومبلكس 1 سحبت البروتونات من هون وديتها لوين؟ وديتها للإنر ممبرين سبيس، وديتها لمنطقة اللي هي المنطقة أو المسافة اللي بين الممبرينز اللي بين الممبرينز تاعون الميتوكوندريا. طيب هاي اللي صار. طيب وبعدين نتيجة هذا الكلام صرف الكومبلكس 1 الطاقة اللي عنده وطر الإلكترون
كيف طار الالكترون؟ مش هو نقل البروتونات من هون لهون، لما نقل البروتونات من هون لهون كانه شوفوا يعني كانه كيف الفعل ورد الفعل، لما اجى ال NADH اعطاه الكترون اكسبوا طاقه تمام وشحنوا في الطاقه هذه، فهو بده يعمل إشي معاكس لهي الطاقه مشان هذا الالكترون يروح من عنده يتخلص منه ويرجع لوضع التوازن للوضع الطبيعي. شو عمل؟ نقل البروتونات من هون لهون كرد فعل عن هذا الالكترون اللي اجى عنده، خلاص ارتاح.